نانا معلي سؤال؟ إذا مش كتير ضروري وملح جدا ما تسأليه كرمال ما تقطشي لحبل أفكاري. هلا أنتي ما عم تعملي كتاب عن الأهرامات وكتاب وثائقي، شو بدك بهذا الكتاب؟ ليه عم تقري فيه؟ حبيبتي مين قال يلي بده يشتغل شيء وثائقي؟ لازم بس ياخذ معلومات علمية. أنا بدي أعمل شيء وثائقي جديد. يعني أنا بدي يكون فيه دراما، قصة حب، خيال، أكشن، لك تصعيد درامي حقيقي. يعني أنا ما عم فكر بس أكتب عن مين البنى الأهرامات، أنا عم فكر أكتب عن شو كان يصير ما وراء كواليس الأهرامات. مثل شو يعني؟ مثل اللعنات. ياما أنا سمعت مرة إنه سوزانا ماتت بس لأنه حبت واحد مصري، قامت إجت اللعنة. أي لا، سوزانا ماتت لأنه راحت قتل. ما هي هون اللعنة. نانا كأنه جاي عصفة رملية من بعيد. لك شو عصفة رملية؟ أنا عندي حساسية من الغبرة. أي والله يا الله. شربي عملت لك زهرات. لك لا لا ما بدي الزهرة، تحسست من الطقس. أي شربي شربي مشان تطيبي من الحساسية. شربي. صحة. ليش هيك وشي؟ عاصفة رملية برا ما اعرف شو السالفة، الله يستر. بقص ايدي اذا ما كان هيدا كله من مجد وجه السعد. مين؟ منو؟ بربط. معقولة؟ طيب طيب ماشي ميدو ماشي، حكيت معكم ما حكيت معه ليكو دايما بكون عندكم. طيب حبي ماشي باي. شوفي ولا شيء، تعطلت السيارة بنور، بس حكيت معكم مرة وبعثت لهم اياهم. ليش هيك ما عليك فطور؟ ما بعرف، يمكن حسست من الطقس. حسستي؟ قومي قومي لأهلك عند الدكتور. قومي. ليك كيف رايح لونه؟ بلا ما تموتي بهيدنا الحرارة.